عرفان دخيلك لازم تنتبه منيح على الغنية اللي بدك تغنيها، ومعاني الكلمات لازم تكون حلوة، وأهم شيء القافية. ماشي بلش. يلا فيو يا أهل الحارة، أنا المسحر تبعكم، لا 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 اصحكم ما حدا يفيق على السحور، بعدين بتحطوا الحق علي أنا. عرفان يا حبيبي أنت شو عم تساوي؟ هلا هاي كلمات الغنية؟ شو فيها؟ أنا كتبتها، كتبت وحدة تانية. ما ضل بجيبتي ولا ليرة، وإذا ما عطيتوني مصاري رح أتبهدل. رمضان سلطان الأشهر، أهلين بجيتك على بيتنا. مو ظابطين كتير بشين هالأغاني. الله يعطيكم العافية يا شباب، شو انتو رجعتوا تزعجوا العالم بنعيكم مثل الغربان؟ يعطيكم العافية وموفقين بكمش المجرمين وبالمداهمات، بس نحن كنا عم نطمن على وضع الأمن بالحارة، نحن بخدمة القائد كمال. راس قال بخدمة القائد كمال؟ مو هداك اليوم قلت لكم لبقى تطبلوا تزعجوا العالم؟ لا معك رخصة ولا إذن بلدية ولا معكم موافقة أمنية. مزبوط سيدي قلت لنا. قلت لنا ومشان هيك هلأ يلا بخاطرك رح تجوا معنا على المخفر، ما فيني اترككم. دخيل عيونك سيدي، شو مخفر؟ لو من الأول هددتنا بالمخفر ما كنت جبت هالطبل وصرت طبل بالحارة. هذا العم ماهر بيكون خالي، والله إذا عرف لي قطعني تقطيع. ليش شو بتقربوا للعم ماهر؟ أنا جلال ابن أخته سيدي. تعرفه لخالي؟ إيه طبعا أنا بعرفه. على كلين رح سامحك كرمال خالك، بس رح صادل لك الطبل. لا بقى تشتغلوا هيك شغل من دون إذن البلدية. الله يرضى عليك يا سيدي، وهلأ نحن رح نهرب قبل ما تغير رأيك. يلا اركض اركض. تحياتنا. عجبك هلأ؟ راح الطبل وضلينا بلا شغل. أوف أوف حبيبي عرفان لا تزعل، بيروح الطبل بيجي المشروع، بعدين أخوك جلال عنده أفكار ومشاريع كبيرة، أنت لا تاكل هم أي شيء.